احنا وصلنا 3000 ونص متابع على اليوتيوب شانل عندي. ثانك يو سو ماتش لكل اللي متابعنا, وشكرا ليكم كلكم ان انتم منوريني على القناه, وثقه جميله وان شاء الله نكون عندها. وعشان كده بنتعب قوي ان احنا بنروح من مكان لمكان عشان نجيب لكم كل الجديد. وبما ان الجديد دايما في الاساس مهم ان احنا نتابعه, النهارده احنا بنغطي معرض الاساس من جرين بلازا سموحه اسكندريه. النهارده احنا في الدورة, المفروض معانا هنا كنب واساس عليه خصم اب تو 50%. الكنبه اللي معانا هنا بتتفرد, هي سعرها قبل الخصم 5260, نازله عليها خصم عشان المعرض ب 3950. طبعا عندكم هنا, عايزه الكاميرا تجيب كل الديزاين بتاعت الاقمشه, الحاجات اللي هي طالعه جديده, ده اللي هم بيسموه مشحم تقريبا, القماش الجديد ده. القماش الجديد ده كله انتوا ممكن تختاروا, هم بيعملوا لكم في المصنع عندهم من مدينه العبور. المصنع موجود في مدينه العبور, دي حاجه كويسه جدا. تعالوا ناخد بالكاميرا هنا كده نتفرج على اللطقم. شوفوا الحاجات كلها جميله. في هنا الليزي بوي, بقى الناس اللي غاويه ليزي بوي, ده الطقم على بعضه. في فكره جديده هنا, الكب اللي انتوا تحطوا الكب في الليزي بوي اصلا دي جديده. مساء الخير يا مستر, منورنا. اهلا بيك, الف مبروك عليكم. ازاي حضرتك؟ قول لنا بقى المميزات بتاعه الليزي بوي بقى, ان الناس تحب تجيبه ليه؟ قول لنا بقى, فهم الناس لو ما عندهمش خلفيه عنه. اول حاجه الميزه في الليزي بوي لو عايزين استرخاء. شوفوا بقى, انا جايبه لكم المتخصصين يشرحوا لكم عشان تستمتعوا معايا على القناه. تمام. بيتفرد يا مستر. اول تمام. حاجه هو هزاز. جميل. بيلف دائري 360 درجه. تمام. بيعمل ريلاكسليشن, هي الميزه فيها يا جماعه. لو انتوا حد عندي على القناه اول مره يتفرج, انا اول مره اعرض ديزي بوي, ان هو بيسترخاء خالص, وبعدين الظهر بيتفرد وبيتفرد من تحت كمان. اتفرجنا يا مستر. زي شيزلونج كده بقى, تقعدوا تحطوا موسيقى هاديه وتنسوا الدنيا بقى. اضاءه خفيفه. اضاءه خفيفه كمان, وتعيشوا ريلاكسليشن جامد جدا. الميزه كمان الكاب هنا, لو انتوا بتشربوا حاجه, قاعدين تسمعوا ميوزك, دي جديده. انا مش عارف بصراحه لسه, انا كل يوم بلف, بس دي جديده يا مستر, جميله منكم. سعره كمان حلو قوي, 5160. برايس حلو جدا, يعني نايس برايس زي ما بنقول كده, بمناسبه الخصم. وطبعا يا جماعه كل متابعين القناه, اي حد هيجي المصنع او المعرض هسيب لكم العناوين كلها, هياخد خصم حلو جدا. الحقوا تعالوا, واللي هنا من اسكندريه ما يلحق يجي بقى سموحه جرين بلازا يتفرج على المعرض. كملوا معايا بقى الفيديو للاخر. يلا بينا. يلا بينا. ده موديل تراديشنال, ده الشكل اللي هو العادي يا جماعه, القديم بتاع الايزي بوي, ده اللي هو بدون الكاب الموجوده جديده فيه. البرايس بتاعه حلو قوي. قلت لي كام يا مستر؟ 4330 بعد الخصم. 4330, والسايز بتاعه بالنسبه بقى للشقق, علشان الابراج دلوقتي والشقق كلها مساحتها بقت صغيره, حلو جدا في اي ركنه. فكرته فكره الكرسي الهزاز, بس ده يعني اكثر كومفورتابل قوي من اي حاجه ثانيه, يعني مور كومفورتابل ذان ايفري ثينج ثاني. يعني انا عشان جربته في اكتر من مكان وقعدت عليه, وفيه هنا دلوقتي بيبقى فيه كمان ان انتوا بتقعدوا وتسمعوا واتشنج وكده في المول بتاجروه. يعني ده بالنسبه لفكره الليزي بوي الجديده عندي على اليوتيوب شانل. نكمل بقى هنا الانتريه الفظيع الرهيب. الاساس عندنا بيفتح سرير بطريقه مختلفه, ان الظهر بتاعه بيرجع ورا. ده موديل جديد اهو, الظهر بتاعه بيرجع ورا. اللون بتاعه ده شامبانيا, ولا ده بيسموه ايه بقى في الالوان بتاعته؟ البيج الفاتح يا جماعه بيدينا عمق. اوكي. ده الكنبه الكبيره هيبقى شخص كبير. انا عايز اقول حاجه, يعني بالنسبه لمعلوماتي, ان كل ما كان السايز بتاع الكنبه يا جماعه عالي او كبير شويه من بره, كل ما كانت مريحه اكتر. دي عايزه اقولها لكم عن تجربه. صح يا مستر؟ مش كده؟ ما تبقاش كنزه عشان القعده تكون مريحه. ده كده الطقم. انا عايزه الكاميرا تجيب لي الجناب بتاعته. الجناب بتاعته معموله كابوتونيه, وطبعا سعره يعني نايس برايس جدا, 16500, نازل من 23500. حلو على الماتيريال بتاعه القماش. شوفوا الكابوتونيه بقى من الجنب, كل الطقم كده من الجنب ومن ورا, فجميل جدا لو حد عنده مساحه كبيره. حلو وسعر جميل يعني. وزي ما قلت لكم هنا معانا بنقدر ان احنا نختار اي ديزاين احنا عايزينه ويغيروا لنا في الكالر بتاعه. اي حد حابب, شوفوا الفوتيه كمان اهو,
الباجير بتاعه التكنولوجي من ورا. الباجير بصوا بقى فظيع من ورا، جميل قوي. انا علشان كده حبيت ان انا افرقه عليه. انا عايزه يعني كده الباجير كله كابوتوني من ورا، جميل جدا واللون حلو، يعني حلو حلو قوي. ممكن جدا نحط معاه بقى كوشنز مشجره. ده كمان معانا طقم جديد في الدورة، كنبه 3 كنبه 2 كرسي. الميزه فيه انه بيبقى فيه صحاره، وحده تخزين ممكن نخزن فيها اي حاجه، وبيفتح سرير. طبعا الكرسي هيبقى طفل صغير خالص اللي هينام عليه. ده كرسي بيبي كده. هي الميزه بقى في الكنبه الكبيره، تبقى صحاره واحده تخزين. فتحت سرير عرض متر 10 في طول 90 سم، والكنبه الصغيره برضه، والكنبه كمان نفس القصه. شوف وريني كده مستر جي. يعني كانكم جايبين اربع سراير. لو عايزين اوضه نوم هيبقى عندكم اوضه النوم، والليفنج كمان فيه سراير. دي حلوه جدا. سرير لطفل صغير. دي سعرها كام بقى مستر؟ دي نازل عليها عرض سعرها بعد الخصم 9600. 9600 بدل 13690. بدل 13690. بصوا يا جماعه ميلانو بنكسر الدنيا النهارده بالاسعار، يعني فعلا اسعار حلوه جدا. وبعدين في ميزه بقى عايزه اقول لكم عليها، ان هما كمان بيعملوا اعاده تصنيع لحاجتهم. اي حد خد اي منتج في مشكله في اي حاجه، تقدروا ان انتوا معاكوا ضمان 3 سنين على كل المشتريات من الدورة. جميل جدا الطقم الجراي في اليلو ده، تحفه تحفه جدا. والميكانيزم مكان حلو قوي. يعني على فكره هما مستوردين للاقمشه، مستوردين للميكانيزم والمكان اللي هما شغالين بيه. فالحاجات كلها يعني متينه جدا وحلوه، والاقمشه مش عايزه اقول لكم على الطبيعه، تحفه تحفه تحفه. انصحكم كلكم تجربوا الدورة. يلا بينا نكمل. ده موديل تاني عندنا، ده موديل ركن امريكي. عرضها 2.60 متر في طول 3.40 متر، فيها وحده تخزين وترابيزه. رائع يا جماعه قوي. سعره 12,000. يعني جدا ممكن نجدد ونغير الموديلات، كومفورتابل قوي. عايزه اقول لكم ان انتم يعني بضمن كده السبونش بتاعهم متين قوي، يعني الحاجه بتبان. بلس انا قعدت وجربت الحاجه مريحه، والديزاين مختلف عن حاجات كتير موجوده. السراير الكابوتونيه الجديده معايا بصوا اسعار فظيعه 6,800. اي حد حابب انه يجدد، طبعا السرير فظيع كله كابوتونيه. هنا معمول كفرز طبعا سكوير صغير كده تحفه. بلس بقى ان المراتب هم بيبيعوها، بس السرير من غير المرتبه، عشان بس احد يجي يقول ايه احنا قلنا السرير مع المرتبه. لا السرير بس هو اللي ب 6,600. هوريكم بقى الميكانيزم الجديده ورانا يا مستر كده. اميزنج. يلا غمضوا وفتحوا واهدوا نفسكم. ما عندناش هنشيل مراتب، ما عندناش محتاجين نتعب نفسنا. الحياه بقت اسهل وسو ايزي قوي عن الاول. جميله الفكره دي. بصوا انا الفكره دي من اول ما شفتها قلت لهم تحفه جدا، مريحه وسلسه. تقدر تعين الشنط، تقدر تعينه اي حاجه. بطاطين. جميله دي يا مستر. المكنه دي شفتوا حلو قوي. طبعا الالوان نقدر نغيرها، اشكال الظهور نقدر نغيرها. في بوتيلات في اكتر من موديل معانا اهو يا جماعه. المراتب من عندهم. المراتب بقى كلمني عن المراتب يا مستر شويه. احنا عندنا المراتب في ثلاث انواع من المراتب: سوست متصله، سوست منفصله، مراتب طبي بدون سفنج خالص، بدون سوست خالص. ترت اسعار المراتب كام بقى؟ يعني مثلا نقدر نقول ان المرتبه المتر 20، السوست المتصله ارتفاع 24، بتبتدي من اول 1800. حلو قوي يا جماعه. المراتب اسعارها ستارت 1800 2000. بس شوفوا بقى في ميزه بقى، شوفوا المراتب. انا عايزه الكاميرا. في هنا يعني اكتر من يعني مزوده، مش اللي هي على طول كده، لا تبقى مرتبه قطريه مضافه عليها على المرتبه الاساسيه تدينا راحه. وبعدين في بقى فكره اللي هي الصيفي والشتوي كمان، اللي هي الجنب الصيفي اللي هو بيبقى بيقلل من البروده شويه، وفي الجنب الشتوي. كل حاجه هنا تحفه وجميله جدا. انصحكم انكم تيجوا تجربوا. معاك يا مستر، ورينا الجديد عندك. ده كمان طقم ليزي بول معانا، مغيرين في الكنبه، حاطين فيها وحدتين الشرب مع
وحدة تخزين صغيرة نقدر نحط فيها المجلات، نقدر نحط فيها ريموت التلفزيون، نقدر نحط فيها شاحن التليفون. طبعا الكنبة تكون مقعد بتفتح من التحليل. جدا ده اتنين يعني عشان يبقى فيه عدل، لو واحدة ست قاعدة يبقى جوزها جنبها، ما يبقاش ايه هي بتدلع وهو لا. يعني حلوة قوي الفكرة الجديدة دي. المساواة مطلوبة، احنا عملنا لكم مساواة في الليزي بوي اهو يا جماعة. اي عروسة وعريس لسه بادئين يعني ايه ده دبل اهو عشان ما حدش يزعل وتقول له قوم ونقعد مكانك. لا ده جميل قوي بصراحة. طبعا الكنبة الثلاثة مقعد الكنبة نفس القصة. So different يعني so different ان انتوا عملتوا ثلاثة ليزي بوي في بعض او نفس الاوبشنز في كنبة. دي جديدة برضو. الجديدة عندي يا جماعة على قناتي افكار وبرايس وموديلات كلها جميلة جدا، واللي في النص ثابتة بقى. دي برضو جميلة جدا، فكرتها حلوة ان انت بتستخدم الكنبة في اكتر من شيء، بترتاح عليها بتنام عليها، ما عادش الموضوع ان هو حاجة بس مجرد ان انا قاعد عليها او مقيم عليها. ده جميل قوي. بصوا كملوا معايا بقى، المعرض مليان كلها حاجات جميلة جدا، والبرايسز بسبب ان هم عاملين معرض الاساس هنا حلو جدا. وطبعا احنا لما بناخد من المصانع بيكون الاسعار احن كتير جدا ما يكون حد جايب مكان ومأجر صالة وحاطط كل ده على المنتج اللي انتوا بتشتروه. كملوا معايا بقى واتفرجوا على المعرض، واحلى يوم من اسكندرية من سموحة. بتفتح سرير كبير معانا مساحتها من الدراع للدراع 1.60 متر، تفتح سرير 1.40 متر بالطريقه دي بالظهر. ظهر الكنبه بيرجع لورا بالطريقه دي. الميزه في الكنبه ان ظهرها ليه 3 مستويات. تمام. اول مستوى تمام، تاني مستوى لو احنا عايزين نتفرج على التلفزيون مش عايزين دلوقتي. المستوى الظهر الكنبه يبقى ثابت. دي حلوه جدا كشباب بقى، يعني واحد مثلا اوضته صغننه شبابي ساحل ساحل. بصوا يا جماعه الناس اللي بتفرش بقى شقق في المصايف وكده، احنا بنقدم لكم حاجات جديده من الدوره معانا. تقفل بالطريقه دي وسعرها مناسب جدا، 6200 بعد الفصل. سعرها 6200 ومتاح امكانيه ان انتوا تعملوا كل الكالرز اللي انتوا عايزينها في القماشات. الالوان براحه العميل يختار المناسب بالنسبه له. اللون اللي انتوا عايزينه كله هنا بيوفروا لكم ده. معانا ايه كمان يا مستر؟ دي ركنه ثانيه من الموديلات الركن اللي موجوده عندنا. دي مساحتها 3.20 متر × 2.60 متر. الميزه فيها ان فيها وحده تخزين وبتفتح سرير. كده بقى سريرين ممكن ننام هنا وممكن ننام هنا، توفر لنا. شوفوا كل دي يا جماعة، كل دي كلها ب10 100، يعني جميلة جدا. وتاخد أوضة كبيرة تستفيدوا بالمساحة بتاعت الجدارين، حلوة جدا جدا. والبينك مع البلو حلو قوي، دي جميلة جدا بصراحة. نيرانو دي حلوة. انصح اي حد عنده اوضه كبيره وحابب ان هو يستغل كل ركنه الموديل ده لانه فعلا جميل. هتورينا ايه تاني معاك يا مستر؟ في ركنه صغيره بقى، المساحات الصغيره جدا اللي ما نقدرش نحط فيها ركنه كبيره، وبرضه بتفتح سرير وبتفتح يعني هم موفرين لكم على حسب المساحات بتاعت الشقق دي الصغيره. وبرضه سعرها عجبني جدا ب 9600 يا جماعه، ب 6900 اسف 6900 عليها خالص. حتى برضه الشيزلونج بيفتح معايا لو في صحاره. ودي برضه لذيذه قوي الفكره دي. واللون بتاعها حلو، سعرها على قد الايد، مناسبه جدا. بدل ما تجيبوا بقى حاجات خشب وتبقى يعني متعبه وكده، دي سعرها جميل جدا. طبعا مستر محمد عبد الوهاب ضيف النهارده، ومبروك عليك المعرض، مبروك عليك النجاح. الله يخليك، نورتنا على قناه انت ناجحه، ربنا يخليكم من نجاح لنجاح يا رب. شكرا مستر محمد عبد الوهاب جدا. شكرا لكل متابعين القناه، كملوا بقى الفيديو، ودايما يا رب كده من نجاح لنجاح لكل الناس، وربنا يوفق الناس جميعا.
وبشكركم على المتابعة، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير كتير للفيديو.